اكيد في مسلسل الدوري، في قصة الدوري، في حكاية الدوري، في حدوتة المباريات المتلاحقة. يعني انا مش عايز اقول عليه دوري، يعني معلش، يعني انا اسف اذا كنت بقول هذا الكلام، لان عمر ما كان في دوري يا كباتن. وتقول لي اوروبا بيلعب كل 3 ايام ولا 4 ايام، بس يلعب 3 ايام ما بيكملش اكتر من 4 ماتشات. يعني مثلا يلعب ماتش ويجي واخد ماتشين في النص ولازم تريحه تاني اسبوع، لان دول بشر ودول لعيبه. الشكل اللي احنا شايفينه ده، واحنا بنقول ان احنا حزانه او زعلانين او متاثرين، لان اللعيبه دي بشر، والبشر دولت لازم نحافظ عليهم. ودولت اللعيبه دي قيمتهم قد ايه، الاموال اللي هي مدفوعه عليهم في الفرقتين، ما بقولش على فرقه النادي الاهلي او في فرق الدوري كلها، هل قيمه، لا تحديدا الاهلي والزمالك، هل القيمه الماليه اللي موجوده في الدوري المصري تساوي القيمه الفنيه اللي المشاهد بيشوفها والمردود؟ انا بقول لا، ده مش دوري، ده احنا عمالين اهو يعني ماتشات بنلعبها، وزي الحصان عماله بتجري، فربنا وفق. لكن احنا النهارده لما ارجع للمباراه اقول ان المباراه في روح، في اداء، في حماس، في عدم توفيق في كور كتير، لان لازالت اللعيبه مشدوده طبعا. ويمكن الكلام ده هنا اتقال وكان ركز عليها كابتن عادل، قال ان انا خايف ان اللعيبه تكون مشدوده، هو بيقولها بحس اللاعب. فده انا ما كنتش متوقع انهم يوصلوا لهذا الاحساس، لكن فعلا كان اللعيبه مشدوده وكلهم مضغوطين ومضغوطين، وبالتالي اثرت على ادائهم سواء في التمرير، سواء في الاستقبال، سواء في الانفرادات، سواء في الكور الضايعه، سواء في الميز باس. ما فيش الثقه الجامده اللي هي ممكن فعلا تقول لك ان اللعيبه دي هاديه، لا زالوا. والخبرات برضو بتاعت لعبتنا، يعني هم احسن لعيب، بس خبراتهم في هذه المواقف لان اول مره تحصل، النادي الاهلي اول مره يحصل له هذا الموقف. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى، وبنشكر اللعيبه على ادائها وعلى روحها، بنشكر الجمهور اللي حضر، بنهني انفسنا كلنا احنا ابناء النادي الاهلي، ولنا المباراه القادمه اللي هي يوم السبت. لكن احنا من هذه المباراه خلتنا ان احنا لازلنا الدوري اللي احنا بنحارب عليه او بنقاتل عليه او اللي احنا متعودين عليه نرجع له، بس باعصاب هاديه ان شاء الله عشان نستمر المسيره ان شاء الله. كابتن عادل، مقبول الكلام اللي الكابتن فتحي مش مقبول منه طبعا، هو استاذنا.